دكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ إيهاب، يعني تحياتي للسادة المستمعين وحضرتك. أهلا بيك يا فندم. دكتور سامي، يعني إزاي بتحصل عملية توزيع الخريجين في الخدمة العامة، وإيه دور نقابة العلاج الطبيعي في هذا الأمر؟ هو طبعا تتفضل وزارة الصحة والسكان كل عام بتكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي، كليات الطبية عموما يعني. فهذا العام هو آخر دفعة تقريبا سوف يتم تكليفها. لكن احنا كل عام يعني هنحاول العام القادم في دفعة 2023 برضو هنخاطب وزارة الصحة والسكان بتكليف الخريجين، حيث ما زال هناك يعني عدم تغطية واسعة لكل المستشفيات الجامعية، وخاصة ان فيها نقص شديد جدا 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 لعدم ان المستشفيات الجامعية ما بتقدمش طلبات من وزارة الصحة التكليف العلاج الطبيعي. فاحنا حريصين العام القادم ان شاء الله برضو نفس الموضوع، احنا برضو هنتقدم لوزارة الصحة بالنظر في مرة اخرى في استمرار التكليف لدفعة 2023 عشان نقدر نغطي المستشفيات الجامعية وبعض الجهات الاخرى يعني. ولان في صدر كان قرار واحنا كنا موجودين فيه حقيقة، عشان برضو يعني الواحد يكون منصف، ان التكليف بعد كده هيكون حسب احتياجات سوق العمل. طيب يا فندم، انا بشكر سعادتك دكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، شكرا جزيلا لحضرتك.